اليوم ضمن فقرة اللياقة البدنية رح نحكي عن البابل سوكر، وبسعدنا بهاي الفقرة أكيد نستقبل ضيفتنا الدائمة خبيرة اللياقة البدنية ربكة عودة. أهلا ربكة. هاي، كيفك؟ الحمد لله تمام، أنتو كيفكم؟ تمام. ناح، شو هالألوان الحلوة؟ حبيبتي أنت ألوانك الحلوة. حبيبتي ألواني أسود اليوم. أسود أحمر. البنطلون ما أنا شايفيته. بس ما يعني هلا صار في سسبنس. طيب، إحنا قبل ما نبلش بالأسئلة معاكي بدنا نشوف هذا الفيديو القصير ونرجع نكمل. يلا. مرحبا، نحن اليوم موجودين بالجوردن بابل لنتعرف على واحدة من الألعاب الرياضية الجماعية اللي بنقدر نلعبها مع أصحابنا ومع عيلتنا. أنا شخصياً أول مرة رح أجربها معاكم. يلا؟ طارق، تحكي لنا أكثر عن جوردن بابل وإمتى تأسست؟ جوردن بابل تأسست ب 2016، صار لها هلا 3 سنين الحمد لله. جوردن بابل هي عبارة عن ألعاب في البابل، لو ألعاب شبابية. مين الفئة العمرية أو الشباب المقبلين على هاي اللعبة؟ الفئة العمرية هم أكثر ناس بالفئة العمرية اللي بيلعبوا عنا أطفال وشباب، طبعا ذكور وإناث. مين أكثر ناس عم تيجي بتقبل على هاي اللعبة، العائلات ولا أصحاب ولا شركات؟ هلا الحمد لله لقينا اقبال كثير يعني بجوردن بابل، وكان اغلبهم من الشركات ومن الجامعات وحتى العائلات. يعني لازم الواحد يكون عنده خلفيه رياضيه للا يقدر يجي يلعب هاي اللعبه، ولا عادي بيقدر اي حدا؟ مثلا انا ما بعرف العب فوتبول، فعادي بيقدر اي حدا يجي يلعبها؟ اكيد طبعا اي حدا بيقدر يجي يلعبها، لو ما كان عنده خلفيه رياضيه بيقدر يلعبها، لانه يعني الالعاب بجوردن بابل خلينا نقول او بالبابل يعني بتكون هي فور فن اكثر. كمان في كثير شركات وفي كثير مؤسسات عم تيجي لعندكم وبتلعب موظفينا هاي اللعبه، ايش فوائد هاي اللعبه للمجموعات؟ هلا في فوائد كثير، يعني منها انه اول شيء اللياقه البدنيه، انه يعني كموظفين بيحركوا حالهم، والفائده الثانيه كمان انه هاي اللعبه تعتمد على المجموعه، يعني انه المجموعه هاي كيف بدها تفوز على المجموعه الثانيه، فممكن تطور عندهم انه مهارات الاتصال والعمل كفريق يعني بهاي الجيم. ايش تنصح الناس اللي خايفين يجوا او حاسينها كثير ثقيله البابل وخايفين يجوا يلعبوا هاي اللعبه؟ بصراحه انا بنصحهم، يعني الحمد لله من خبرتنا بنصحهم يجوا يلعبوا هاي اللعبه، لانه يعني فيها متعه كثير وفيها تحدي وبرضه فيها يعني لياقه بدنيه ورياضه، فطبعا هي تجربه جديده في البلد، واللي ما جربها بنصحه عن جد كثير يجربها وراح ينبسط كثير فيها. ربكة يعطيك العافيه على هذا التقرير الحلو. بدي اسالك على شو بتعتمد هاي اللعبه؟ هلا اول شيء البابل سوكر او اي لعبه بسموهم الالعاب الجماعيه، هي بتعتمد على انه يكون في فريق معين، 5 6 7 اشخاص بهذا الفريق، يكونوا كلهم عندهم هدف واحد انهم يفوزوا. طبعا الهدف بهاي اللعبه بيكون انت عم تشغل، مش بس يكون ما في مجهود بدني بس لحاله، في مجهود بدني ومجهود ذهني بنفس الوقت. حلو. فبيكون انت عم تشغل اكثر ذهنك وبتشغلي جسمك لتوصلي للهدف اللي بدك اياه. هلا عاده هذا هو المفهوم للالعاب الرياضيه الجماعيه. الجماعيه، حلو. يعني هاي اللعبه تعتبر لعبه رياضه جماعيه، صح؟ مظبوط. طب احكي لنا من يعني شو دور الرياضات الجماعيه بروح الفريق وهذا الحكي، يعني بتحمسوا الناس اكثر وقتها يلعبوا رياضه بيكون في روح فريق اكثر؟ جاوبتي انا دائما بسال السؤال بس ما بتكون بدك ااكد لك على جوابك. اكدي على الحكي. يلا لورا. الالعاب الرياضيه بتبني روح الفريق، لانه بيكون بنفس اللعبه الشباب او البنات الخمس او الست اشخاص في عندهم ميشن، عندهم مهام، هدف يخلصوا باخر اللعبه وهن انه يربحوا. هلا ايش الروح الرياضيه تيجي لما بنفس الفريق، اذا انت اذا انا نحن كلنا مثلا فريق واحد، اوكي، اذا انا دخلت جول وفزنا
طب هو نحن كلنا فزنا فكلنا بنكون مبسوطين وبنفرح مع بعض في نفس لا بكون في حدا بالفريق مقهور ان انت دخلت الجول. هذا هو اللاعب بسموه اللاعب السيء. هذا هو اللاعب السيء. اللاعب اللي بيكون متضايق انه كيف انت دخلت الجول. هذا ما عنده روح رياضيه طبعا. بصير روح رياضيه كمان مش بس ننبسط لما ندخل الجول وكمان نزعل كلنا مع بعض كفريق واحد لما ما نقدر ندخل هذا الجول. الروح الرياضيه هي اخلاق الرياضه طبعا صح. الروح الرياضيه وهو إشي موجود مش بس بالرياضه هاي الروح. هلا يعني بجامعه بامريكا بتدرس هاي الماده كواحده من المتطلبات تبعون الجامعه عشان انك تتخرج عشان تمارس هاد الإشي بشغلك. فبطل هو موضوع بس موجود بالرياضه, موجود كمان بحياتنا العاديه. صح 100%. طبعا انا بحب اكد لك على الهواء انه انا هاي النوع الوحيد من الرياضه اللي شاركت فيه بس كنت متفرج عم بستنى شو بدك فتحت عيوني هيك بتفرج ايش كنت بتفرج لا كنت قاعده بحضر باللي بيلعبوا معي الفريق بيلعب ما كنت قادره العب لا كنت وقتها حامل هاي اصعب كثير حلوه تحمست وهم بيلعبوا كثير حلوه هو اهم شيء بالالعاب الجماعيه يكون في جمهور هذا اهم من اللعب بالزبط. اهم شيء بحمس اللعيبه انها تلعب وتقدم احسن ما عندها لما بيكون في جمهور هاي اصعب رزان فابدعتي رزان عشان بيكون بدك تعمل شيء ما بتعرف انه بجرب مش ما بجرب بتفرج طبعا. طب ربكا قولي لنا كيف بتأثر الألعاب الجماعية على الفرد من الناحية الإيجابية؟ هلا الألعاب الجماعية هي بتعلمنا أول إشي روح وحدة, روح الفريق, تعاون, كيف نتعاون مع بعض لتحقيق هدف معين, كيف نتعلم من بعض. يعني نحن مش بس لو عم نلعب كرة قدم, لو عم نلعب أي لعبة جماعية مع بعض ممكن أنا بعرف إشي أنت ما تكوني بتعرفي. لو رينا مثلا تطلع إنه أوكي عم تتعلم من بعض. فالألعاب الجماعية بتخلي الفرد إنه يتعلم من غيره ويتعلم من المنافس تبعه. هذا على فكرة دخلنا على خط المهارات الحياتية نحن صح. عن جد تقدري تأخذي هاي الدروس وتحطيها طبيعية بحياتك أنت. طب شو الفرق بين الرياضات الفردية والجماعية؟ خلينا نعمل هيك مقارنة. الرياضات الفردية هي رياضة بتعتمد على جهدك الذهني لحالك, جهدك البدني لحالك, وقدي أنت عندك كوميتمنت وعندك إصرار أنك توصلي لحالك. حلو. الرياضات الجماعية بتعتمد على الفريق, على الفريق كجماعي, كيف عم بتدرب مع بعض, كيف ذهنيا عم بيشتغل مع بعض, وروح التعاون بيناتهم. في ام حطت عندها هاي الدراسه صارت ببريطانيا, حطت عندها ولدين صغار اطباع توينز توام, حطتهم التنين يلعبوا نفس اللعبه فوتبول كره قدم. واحد حطته يدرب مع الليج مع الفريق, واحد حطته انه 1-on-1 بس مدرب لحاله يدربوا كيف نفس حلو. الولدين عم بتعلموا نفس المهارة, نفس اللعبة, نفس السكيل عم ونفس العمر بس بطريقة غير. كل واحد عم بتعلمها بطريقة غير. واحد عم بتعلمها مع أصحابه, واحد عم بتعلمها لحاله. هلأ تنين تعلموا وتنين استفادوا وتنين لعيبة فوتبول يعني. بس أحلى إشي قرأته عن الأم عنها عم تحكي إنه اللي بتدرب بالفريق صار مثلا لما بخلص غدا يقوم ياخذ صحنه ويروح يوديه على المغسله ويساعد امه بالغسيل. حلو. طلعي روح التعاون, روح فعم تحكي كانت انه مش شرط بس انه يكون الموضوع رياضي, انه صح. انه بالرياضه عم بتعلم كيف يتعاون مع بيلعبوا معاه. كان انه بالبيت صار في عنده روح التعاون, صار يعرف انه لازم نساعد, يعني لازم مثلا نساعد لنخلص الجلي, لازم نساعد لنقدر كلنا ندخل جول. تعاون. فروح التعاون كانت عم تحكي قديش اثر هذا الموضوع بحياته. وصفى اخوه عم بتطلع على اخوه الثاني كيف هذا اللي عم بيساعد, هذا اللي عارف انه لازم كلنا نساعد, فصفه عم بياخذوا من بعض. حلو كثير. فلما بيكون واحد عم بيتدرب لحاله individually لحاله فردي غير عن لما بيكون عم بيتدرب جماعي. لما بيكون عم بيتدرب جماعي بيكون في حماس اكثر. مزبوط. يعني ما بعرف انت ايش رزان بتحبي اكثر, جماعي او فردي؟ طبعا جماعي. بيكون في بدون نقاش بتنجز اكثر بالجماعي دائما, بتنجزي اكثر, تحسي في حماس اكثر. بعدين اذا انت تعبتي ووقفتي في حدا بتشوفيه مثلا ممكن تلاقي له عم تركض, فانت تتحمس. لورينا رتايها قاعده, انت رح تكوني عم تقوميها. قومي يا لورينا. في نوع من الحماس اللي بجيب لك اياه هاي الانواع الرياضات وتشجيع اكثر. وباحلى شيء بالرياضات الجماعيه زي ما حكيت لرزان انه المشجعين, انه دائما في مشجعين قاعدين بس بيشجعوك بالرياضات الجماعيه, بتحمسوا اكثر خصوصا اذا كانوا مثلا اولاد صغار. اكيد بدهم هي اكيد بدهم. ربكا كيف بيقدر الشخص انه يبدي مصلحه الفريق على مصلحته الشخصيه؟ ها كل هذا سؤال كثير حلو لرينا. هاي تابعه للجول تبع هذا تبع هذاك تبع سؤالك.
اوكي هلا بالروح بالتيم ورك او بالالعاب الجماعيه دائما في إشي بنسول الناس بفكروا انه اللعبه الجماعيه لما نحن عم بنقي الفريق كله بده يكون فريق متعاون، فريق بيعرف مصلحه المصلحه العامه للفريق كامل، مصلحه اللعبه كمان مزبوط، وايش الهدف. هلا واحد من اساسيات الفريق باي لعبه التساوي بالفرص، يعني اذا انت بدي اعطيك مثلا 10 دقائق تلعب بدي اعطيك انت كمان 10 دقائق تلعبي وانت كمان بدي اعطيك 10 دقائق تلعبي، فما بيصير اعطيكي 15 دقيقه بس عشان انت عم تقنعي الكوتش تبعك انه لا انا اشطر منها، ليه عم تعطيني اكثر، انا بفوز الفريق. فاوقات في كثير ناس بيلعبوا بيكونوا هالرياضه عم بيطالبوا بحقوق مو شخصيه بس على اساس انه ينجحوا الفريق. هلا اهم شيء بالالعاب الجماعيه والروح الجماعية هي الأخلاق، فأهم إشي عشان تكون هاي سمة عندك موجودة الروح الجماعية إنه يكون تساوي بالفرص لكل اللي بيلعبوا. لما بيكون في تساوي بالفرص، وطبعاً هذا ما حيصير غير إذا بيكون في قائد أو ليدر أو المدير تبعهم أو الترينر تبعهم أو الكوتش تبعهم، نعطي أسامي كمان ترينر كوتش قائد تبعهم، بيكون هو مش بس عم بيعطي أوردرز وبيعطي أوامر للي بيلعبوا، هو كمان عم بيستقبل منهم أفكار. وهذا الإشي كمان موجود مش بس بالألعاب الرياضية، بحياتنا فعلاً لما بيكون مديرنا بصي وبس عم بيعطي اوردرز، غير عن لما يكون نحن قاعدين بجو نحن انت عم تعطي كمان خبرتك من وجهه نظرك كلاعبه مزبوط او كمذيع صح، بيعطيكي حافز انك كمان تعطي انت اكثر من عندك، تعطي اكثر وتبدعي اكثر. ولما نجاح واحد بيعتمد، لما واحده بتنجح الكل بنجح، ولما لاعب بيفوز وبدخل جول الفريق كله بيفوز، فهاي الروح الحلوه اكيد. طب ريبيكا قولي لنا ايش اكثر خمس العاب خلينا نقول بتحظى بشعبيه كبيره في العالم؟ ألعاب جماعية عم نحكي عن فوتبول، كرة قدم، عم نحكي عن باسكتبول، تنصدم الريشة من أكثر الألعاب اللي عم تحظى إقبال شعبي. هوكي فردية ولا جماعية؟ الريشة جماعية الريشة لا فردية إيش حكيتي؟ البينج بونج كمان فردية جماعية بس مش غلط بنعرف انه في فردية كمان شعبية. باسكت بول فوتبول تعتبر من طبعا فوتبول اهم الالعاب، او السوكر تعتبر من اهم الالعاب الجماعية. انت احكي لي كمان انا ايش انا السباحة فولي بول هاند بول كل الالعاب اللي فيهم تقريبا طبات هن من الالعاب الجماعية. طب ريبيكا انت اعطيتي مثال قبل شوي عن الاطفال وكان مثال كثير حلو صراحة، بس بدي ارجع اسالك شو فايدة انه الاطفال يبلشوا بسن مبكر يلعبوا العاب جماعية؟ الاطفال لما يبلشوا من سن مبكر انت عم تعلم الفرد كيف يكون متعاون، كيف يكون عنده تقبل للخسارة، لان في كثير اولاد صغار متقبلين، خصوصا مثلا اذا بيكون وحيد عند امه بيكون متقبل انه هو دائما فايز وهو دائما ربحان، عمل او ما عمل في هديه، دائما في ريورد، في شيء بالمقابل صح تقريبا يعني لا على ما يعمل. بس لما بيكون عم بيلعب لعبه جماعيه فبيكون هو كمان عم بيعرف انه هو اذا خسر الفريق كله عم بيخسر، فحلو في الموضوع كمان انه غيره عم بيشاركه فرحه وغيره عم بيشاركه حزنه، حتى الزعلة بتيجي أخف الزعلة، لأنك بتحسي كمان لما أنت بتكوني زعلانة على خسارتك والجنبك برضو زعلان، بتعزوا بعض بتهون على بعض. لما أنا مبسوطة أني فزت وأنت زعلانة أنك خسرتي، أو كنا عم نلعب ضد بعض وأنا فزت وأنت خسرتي، ما بيكون في كتير تقبل، وخصوصا عند صغار ما بيكونوا عم بتقبلوا إيش يعني أنا فزت وهو خسر. طبعا لما يكونوا فريق واحد عم بيفوزوا مع بعض وعم بيخسروا مع بعض بيكونوا عم بحسوا ببعض، بيكونوا تقبلهم للخسارة غير. انا عم بضحك لانه في ناس من الجاليري كمان عم بحكي انا بحياتي ما بخسر لا وبيحب يحكي اسمه هو ناس المعد طلال عبد الله ما بخسر، نوجه له تحيه. طلال هو اكثر حدا بيعلمنا روح الجماعه وروح الرياضيه اللي نحن موجوده عندنا، واكثر حدا كمان بيعلمنا صار في زفه بالكيف واكثر حدا بيعلمنا كيف انه يكون القائد تبعنا او الليدر تبعنا كيف يعطي فرص للجميع بالتساوي وكيف ريبيكا طب ريبيكا كيف منعزز وبنزرع قبل ما نعزز روح الفريق عند الافراد، وهل هي شغله مكتسبه مع الحياه ولا شغله بتنولد مع البني ادم؟ هي سمه، هي خاصيه عند الانسان زي بذره تنبني انت بتنميها. انا نفسي اعرف شو عم بحكي بالجاليري قبل استمري هي خاصيه بتنولد عند الشخص. حلو كتير من احنا وصغار نعزز هاي البذره وننميها نقويها،
ونعرف الفرق بين لما تكوني انت في فريق في روح فريق عندك ولما انت ما تكوني لما انت تكوني هي فريقك وانت مش معه يعني فريقك عم بيشتغل على جول عم بيشتغل على هدف عم بيشتغل على تارجت وانت موجوده بمحل ثاني ما خصك فيهم بس بدك توصل للهدف بس بطريقتك الخاصه فحلو من الواحد وهو صغير يشتغل واهله كمان الاهل صح. لازم تشتغلوا على هذا الموضوع من عند الاولاد عشان يتعلموا كيف انه اسهل نوصل للهدف لما نكون نحن جماعه عم نشتغل مش فرد لحاله يعني احنا كل رياضه بتقدمي لنا اياها ريبيكا بنعرف شو رايك فيها بس هالمره حابين نعرف ايش حكينا عن تجربتك في البابل سكر ايش كيف كانت التجربه مبسوطه شفناكي وحلوه الاجواء احكي لنا اكثر التجربه طبعا كانت حلوه انا ما بحب اي لعبه حاسه رح ننضرب هلا على هاي الجمله انا ما بحب اي لعبه فيها ما بحب انا العب لعبه فيها الطابه انا عندي مشكله غريب في لعبه ما بتحبيها وفيها رياضه غريب صراحه غريب صراحه كثير ليش غريب ما بعرف بحس بلحق ورا طابه ما بعرف زي البسه طب حلو ما انا بالنسبه لي انا ما بحب الالعاب اللي فيها كثير طبعات بس هي لعبه كثير حلوه البابل ثقيله البابل وزنها تحسي هيك حاطه على حالك 20 كيلو عم بس انا بدي اسالكم انتم ايش الالعاب ايش كنت تلعبوا وانت صغار ايش الالعاب الجماعيه او الفرديه اللي كنت تلعبيها وانت صغيره الجماعيه اكيد بالمدرسه كنت بالمدرسه كنت ابداع في الفولي بول في الفولي بول ابداع كثير كنت احب وباسكت بول برافو وفنسنج كمان بس مش جماعي الفنسنج فما راح احكي عنه بنات لورينا صف الرياضة يعتبر جماعي شكرا لورينا شكرا على الإجابة بنات صفك لا كنت ألعب باسكت بول بعدين طلعوا لي من الفريق لا وقال لي أنا مش شغلتي لرياضة هم أنا صغيرة أنا كنت ألعب باسكت بول وأنا أنا لعبت كمان وأنا صغيرة بس أنا اكتشفت إنه أنا بس موجودة بالفريق لأنه أبوي كان بدعم الفريق عشان هيك إنه قالوا بليز بليز حطها طب خلص كذبي علينا معلش معناته أنت كنت كثير شاطرة ما كانوا يفوزوا جيم من دوني أنا أكثر بتعرفي إيش أكثر لعبة كنت أحبها وإحنا صغار هي بس نلف ورا بعض هاي أحلى هاي كان فيها روح الجماعة اللي هي نركض ورا بعض اللي هي التحماي تحماي رزان حتى وأنت بالمدرسة ما كنت تلعب لا لا لعبت باسكت بول بالمدرسة بس يعني مش كنت تلم الطبات كنت جمهور بالغالب برضه عم بحكوا لنا بالاستوديو انه في زقيطه لعبتوها اكيد طماي 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 كومستير هاي كانت احلى لعبه واحده صغار بس طلعي كيف اذا بتطلع علينا ونحن زمان قد ايه كان موضوع انه يكون في رياضه او حصه رياضه او تمرين بعد المدرسه كانوا احنا صغار شيء كثير انه مهم بحياتنا عشان هيك ضلينا لهلا لكبرنا ما حكيت عنك انا عم هيك وجهت الحكي لورينا وبنسا عشان هيك لكبرنا لهلا ونحن عنا الحب للرياضه وحتى اذا نحن ونحن صغار كنا بفريق رياضي او بتمرين او بفريق باسكت فريق كره قدم فريق فولي لهلا عنا روح الرياضه وروح الجماعيه فرزان فك غيري رح يجي اليوم واثبت لك ريبيكا رزان تعلمت بيننا والجمهور عم بيشوف رزان تعلمت هاي المهارات من الحياه بالضبط ريبيكا بدي اتشكر وجودك معنا انا كثير مبسوطه وشكرا على المعلومات الحلوه هاي شكرا كثير نشوفك الاسبوع الجاي أكيد.